إيمانا بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة اليمنية في مواجهة الانقلاب، شهدت مديرية المعافر بتعز حفل تخرج الدفعة الأولى من الشرطة النسائية التابعة للواء 35 مدرع. طبعاً اليوم تم تخرج الدفعة الأولى، دفعة الأمل، من اللواء 35 مدرع، وهي أول دفعة شرطة نسائية في المنطقة. طبعاً الأمر الذي جعل القيادة اللواء أن تتدرب نساء تسلل الانقلابيين بالزي النسوي. مهمتهن مستقبلاً بيكون في تفتيش بالنقاط في المرافق الحكومية. وفي الحفل الذي حضره قائد اللواء العميد ركن عدنان الحمادي، وجهت الخريجات الشكر والعرفان لقيادة اللواء على إتاحة هذه الفرصة أمامهن للمشاركة في دحر الانقلاب جنبا إلى جنب مع إخوانهن من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهت الخريجات، إلا أنهن تمكن من تجاوزها باقتدار وعزيمة لا تقل عن عزيمة إخوانهن من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بداية حصلنا ضغوطات كثيرة من المجتمع اللي حولنا بسبب دخولنا هذه الشرطة، وكان المجتمع رافض للالتحاق بهذه الشرطة، فكان الدعم الأكثر من الأهالي هم الأكثر دعماً واستناداً لنا. شهد الحفل عرضاً عسكرياً رمزياً وإبراز بعض المهارات التي اكتسبتها المجندات أثناء فترة التدريب التي استمرت 3 أشهر. اختتم الحفل بتكريم الخريجات بالشهادات التقديرية تكريماً للدور العظيم المناط بهن في المستقبل. فوز الحمادي، قناة بلقيس، مديرية المعافر، تعز.